السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحاول نقوم بزراعة ديال ورد التوليب. نحتاج الأصيص. أصيص كما كتلاحظوا أنه في واحد الثقوب في الداخل ديالو. من بعد غادي نحاولوا ملء هذا الأصيص بالتراب. بعد ما عمرنا بالتراب هذا الأصيص، ضفنا ليه الماء، خليناه حتى نشف هذاك الماء، ومن بعد غادي نقوم بنتر البذور، بذور التوليب واللي ما عمر شاف الشكل ديالهم اولا. انا اشتريتهم بار انترنيت، اللي هما في كتالوج هنايا رقم 15. شريت واحد الكميه اللي هي ميكس، اللي هي 300 بياس رقم 15. الشكل ديالهم هو هذا، عندي في هاد الساشيه. هذا هو الشكل ديال البذور. لمن لم يرى بذور توليب من قبل، الشكل ديال بذور توليب هو هذا. بعد ما وجدنا الاصيص ديالنا، وجدنا البذور ديالنا اللي هي فهاد الشكل، غنحاولوا النطر ديالها بهذه الطريقه. النطر ديال البذور في الاصيص طريقه متباعده تكون افضل. بعد ما نزرناهم نحاولوا ندير واحد الطبقه خفيفه ديال التربه باش نغطيو هاد البذور. بعد ما غطيناهم غنقومو بالري ديالهم، يا اما بهذه الطريقه او لا عن طريق بالبخاخ. الافضل يكون بخاخ. نحاول الري حتى قمنا بالري ديالها بهذه الطريقة. من بعد ما قمنا بالري ديالها غنحاول نغطي هذا الإناء كامل، هذا الأصيص نحاول نغطيه بهذا البلاستيك اللي عندي مدة 3 أيام أو 4 أيام على ما يظهر لنا، حتى يظهر لينا النبتة ديال التوليب. النبتة كتطلع ديك الساعة يمكننا نحيدو هذا البلاستيك. قمنا بالتغطية ديال هاد الأصيص، التغطية ديالو بلاستيك اللي هو يكون شفاف. درنا لواحد الثقوب قليلة هنايا. أصيص الدور ديالو كيحافظنا على درجة الحرارة ديال الأصيص، بالإضافة إلى أنه يحفظها من الصقيع ومن أي حاجة كانت. بعد 10 أيام غنحاولو نحيدو هاداك البلاستيك اللي كنا مغطين بيه هاد الأصيص. 10 أيام الظهور ديال النبات ديال التوليب أولا زهور التوليب هي على الشكل التالي.
وشكرا. الإشارة فموعد زراعة التوليب هو شهر 9 و10، ويزهر بعد 3 سنوات.